أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام نسي واجبا من واجبات الصلاة وقبل السلام تذكر ذلك، ولكنه تعمد ترك سجود السهو وهو عالم بالحكم، فما حكم فعله هذا؟ لأنه يقول: ما عدا الأركان لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة، إذا تعمد ترك الواجب تبطل صلاته. لو تعمد ترك الجلوس بين التشهد الأول، لو تعمد ترك الجلوس للتشهد الأول تبطل صلاته، مع أن التشهد الأول واجب، ولكنه إذا نسيه يجبره بسجدتي السهو. نعم.